التأخير حق الصبح. الصبح. مين سين جيم؟ مساء الخير. يا نعمين. بعد إذنك عايز أدخل شوية الأكل دول لست محمود. أم محمود مين؟ اللي عندكم في الحجز اللي قبضتوا عليه النهاردة، ست مهجة. آه الحرامية اللي سرقت القصورة من بيت سيادة اللي هو جلال. هي عليك نور. ده عليها توصية جامدة قوي. طب لما عليها توصية بقى يبقى لو سمحت توصل لها الأكل. بقول لك عليها توصية جامدة قوي، أنت ما بتفهمش يا جدع أنت. أمال توصية إيه اللي عليه؟ يعني هتشوف الول والصبور وعظائم الأمور وهتدق علقة لحد ما تقر وتعترف بالسرقة. يا راجل يا طيب، دي ست غلبانة والله ما سرقت ولا حاجة. ما سرقتش، طب استنى دلوقتي تشوف. ده احنا هنوريها الويل، واحنا ما شاء الله عندنا رجالة يدوها الطريحة اللي هي، رجالة يقرروا اللي عمره ما نطق، بس استنى عليها شوية. ده انتوا ناويين تلبسوها تهمة بقى وهي بريئة. بريئة مين يا عم؟ دي مجرمة والتهمة ثابتة عليه. يعني ثابتة عليه. يا حضرة الصول، القاعدة القانونية بتقول إيه؟ المتهم بريء حتى تثبت إدانته. الإيه؟ القاعدة؟ يا حبيبي أنا ماليش دعوة لا بالقاعدة ولا بالوقفة ولا بالقانون بحاله. أنا راجل عليا أنفذ الأوامر وبس، غير كده في أي حاجة ما تسألنيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب. دخلها الأكل وخلاص. ممنوع. الست على اللحمة بطنها من الصبح. قلت لك يا أستاذ ممنوع، أنتوا فاهمين الحجز ده إيه؟ كافيتيريا، أكل وشرب ونوم، فندق. وعايز أدخلها الأكل بصفتك إيه؟ أخوها؟ لا. قريبها؟ لا. واحد من بقيت عيلتها؟ برضه لا. أمال إيه؟ فاعل خير؟ اسم الله عليك، فاعل خير. بس أنا يا حبيبي ما عنديش في ورق الحكومة حاجة اسمها فاعل خير. يلا يا أخويا خدها من قصرها ونجر من قدامي بدل ما جرجرك وارميك في الحجز بتهمة إزعاج السلطات. يلا يا أخويا ورينا عرض كتافك. خلاص اعتبرني جزء. طب ما تقول كده من الأول، هو لازم يعني أزر عليك لحد ما تقر؟ اسمك وسنك وعنوانك يا زوج المتهمة. لا 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 بلاش أوراق اسمية عشان ما تثبتش. أنت كلك نظر، أنا كل طلبه وشوية أكل هتديهولها وخلاص. قلت لك ممنوع، مش جايز يكون الاكل ده مسموم ولا حاجه، هي تاكل وتموت وترتاح واحنا نروح في تكاتك. ده مسموم؟ ده زي الفل يا حضرة الصول. اتفضل شوف بنفسك. وريني. اعاين بنفسي. محشي ودي مكرونه. مكرونه استنى كده. تاكله كده مش بطال. لازم. يعني ايه لازم؟ ديليشس. طيب. طب بس اصل انا جايب الاكل ده عشان هي تتقوي بيه. وبعدين معاه بلاش تفتش على الاكل، بلاش تشوف شغلنا. فتش براحتك بس شد لها اي لقمه كده تتقوي بيها. مين اللي طاق؟ هي حظها. طبيخ خفان. مش بقول لك في واحده اكلها لازم كده تسرق اسوره. بس ملحها قليل عشان الضغط. ايه ده؟ ايه ده؟ لا خلاص. مكرونه. ايوه المكرونه معجنه شويه. ما هو اللي شافته. والمحشي ماله قرداحي كده صومي ما فيهوش لحمه مفرومه. مش بقول لك ظروفها صعبه. أمال ما جبتش ليه اللازم منه؟ اللي هو إيه اللازم منه؟ البح. ما أنا بقول لك هذا الصول ظروفها صعبة. معاك لينكس؟ لا والله ما معاك، المرة الجاية هعمل حسابي. بقول إيه هذا الصول؟ ما تستجدع كده وتخلينا ندخلها الأكل بنفسها، أهو آخد بخاطرها. قلت لك ممنوع يا أستاذ. أنا هندخل الأكل ده جدعانة من عندنا، إنما أنت بقى ما تروشنيش. حاضر. طب ممكن اطمن عليها؟ استنى يا عسكري. ايوه حضرة الزول. تعالى دخل الاكل ده للست ام محمود في الحجز.